السلام عليكم. دي محاضرة التانية للأناتومي في الكارديوفاسكولار ميديول. هنتكلم فيها عن الهارت, الانترنال فيتشر اوف ذا هارت في البارت الأول, والبارت الثاني هنتكلم عن البلاد فيسي. هنا ده الاي اللؤوز للبارت الأول اللي هو الانترنال فيتشر اوف ذا هارت تشامبرز. بنلاحظ طبعا ان في سيبتم موجود جوه الهارت, بيقسم الهارت لتو هاف, رايت هاف اند ليفت هاف. الرايت هاف ده كاري فينوس بلاد ومقسوم الى تو تشامبرز, رايت اتريوم اند رايت فينتريكل. اما الليفت هاف ده بيبقى كاري اوكسجينيتد بلاد, وبرده بيبقى مقسوم لاذين وبطين, ليفت اتريوم وليفت فينتريكل. هنبتدي بالرايت اتريوم. بنلاحظ ان احنا انسايد رايت اتريوم بيكون في ماسكولار ريدج. المسل ريدج دي ماشيه بالطول بين السوبيرور فينا كافا والانفيرور فينا كافا, اسمها كريستا تيرميناليس. كريستا تيرميناليس بتقسم الاتريوم ل انتيريور بورشن وبوستيريور بورشن. الانتيريور بورشن الوول بتاعه بيكون رف وفي ماسكولار ريدج. This muscular ridge بنسميها muscular pectinitae. المسكولاي بيكتينيتاي دي عبارة عن ان هي بتبقى parallel ridge خارجة من الكريستا تيرمينالز, ديت المسكولاي بيكتينيتاي. اما البوستيريور وول ده بيكون smooth, وفي حاجة مميزة depression بنسميه فوسة أوفاليس, لأن هي الدبريشن ده بيبقى أوفال إن شيب فبنسميه فوسة أوفاليس, وده بيبقى موجود في البوستيريور وول أوف ذا رايت أتريوم, وده فورمد بالإنتر أتريال سيبتم أو السيبتم اللي بين الرايت أتريوم والليفت أتريوم. الفوسة أوفاليس دي بتبقى من فوق فيها ريتش بنسميه ليمبس أو فوسة أوفاليس, ده بيبقى محوط على الفوسة من فوق. بالنسبة للأورفيسز اللي موجودة في الرايت أتريوم ديت مكتوب موجودة عندكم في الصورة. أول حاجة طبعا في فتحة السوبيرو الفينا كافا, وفي فتحة الإنفيرو الفينا كافا, وفي كمان نمرة ثلاثة فتحة الكروناري ساينس اللي هو عبارة عن كروناري ساينس ده قلنا الفين اللي هو ده طبعا عبارة عن بيج فين موجود على في الكروناري سالكس بوستيريور للهارت, وبيفتح فوق الانفيريور فتحه الانفيريور فينا كافا. في كمان نمره 4 الاوبننج اللي هي بتاعه الترايكاسبيد, وديت بتكونكت الرايت اتريوم بالرايت فينتريكل, وبنسميها ترايكاسبيد اورفيس لان هي جاردد بفالف, والفالف ده له 3 شرفات او له 3 كاسب فبنسميه ترايكاسبيد فالف. والاورفيس نفسها او الاوبننج دي بنسميها ترايكاسبيد اورفيس. نمره 5 كمان في كاردياك فينز اسمهم انتيرور كاردياك فين, دولت بيبقوا موجودين على الرايت فينتريكل على الانتيرور وول اوف ذا رايت فينتريكل, وبيفتحوا دايركت على طول في الرايت اتريوم. ده بالاضافه لحاجه اسمها فينا كوردس مينيمي, والفينا كوردس مينيمي ديت عباره عن فيري سمول فينز, دولت موجودين في الوول اوف ذا هارت وبيصبوا دايركت في التجويف بتاع الهارت او في الكافيتي, ومعظمهم هو موجود طبعا بكميه كبيره في الرايت اتريوم. الرايت فينتريكل متقسم لتو بورشن. الجزء اللي هو الابر بورشن ده بنسميه الاوت فلوينج بورشن, لانه من خلاله البلد الموجود في الرايت فينتريكل بيخرج يروح للبلمونري ترانك, وديت في الابر بورشن اوف ذيس بارت بيبقى فيه فتحه البلمونري اورفيس, والبارت ده بنسميه انفانديبولم, وقلنا ده بيكون سموز بورشن. اما الجزء الرف ده بيبقى بنسميه الانفلوينج بورشن, وده مسمينه انفلوينج لانه هو اللي ريسيف البلد اللي جاي من الرايت اتريوم. الجزء ده بيكون رف ونتيجه وجود ماسكولار ريتش بنسميها ترابيكولي
كارني، ديت الترابيكولي كارني اللي موجوده في الان فلوينج بورشن. بعض الترابيكولي كارني انلارجد وبتعمل لنا حاجه اسمها بابيلاري ماسل. البابيلاري ماسل عباره عن ثلاثة انواع. في جزء بنسميه انتيريور بابيلاري ماسل، ده اللي هو اتاتشد للانتيريور وول، ديت واحد بيبقى طبعا واحده بس. والبوستيريور بابيلاري ماسل اتاتشد للبوستيريور وول اوف ذا فنتريكل. وفي سيبتال بابيلاري ماسل دي اتاتشد للانتر فنتريكولار سيبتم اللي بيبقى بين الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، وهم باينين في الصوره. البابيلاري ماسل كل واحده فيهم بتبقى كونيكال ان شيب، ولها بيز ولها ايبكس. البيز بتبقى ماسكه في الوول، اما الايبكس بتاعتها بتبقى فري موجوده في اليومن اوف ذا فنتريكل، وبيبقى اتاتشد للايبكس ديت استراكشر عباره عن ان هو كورد لايك، فبنسميه كوردا تندين، ده الكوردا تندين. كل بابيلاري ماسل بتبقى ماسكه في عن طريق الايبكس بتاعتها بكوردا تنديني، والكوردا تنديني دي بتبقى اتاتشد للشرفات او للكاسبس بتاعه الفالف اللي موجود. هنا طبعا احنا في اليمين احنا قلنا في ترايكاسبيد فالف بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، وده له ثلاث شرفات. الشرفات ديت انتيريور كاسب وبوستيريور كاسب وسيبتال كاسب. الانتيريور بابيلاري ماسل الكوردة تنديني بتاعته بتبقى ماسكه في الانتيريور كاسب والبوستيريور كاسب، اما البوستيريور بابيلاري ماسل هتمسك في البوستيريور والسيبتال، والسيبتال بابيلاري ماسل الكوردة تنديني اللي خارجه منه بتبقى ماسكه في السيبتال وفي الانتيريور كاسب. ده طبعا يعني بتلاحظوا كده ان كل مصل بتبقى ماسكه في الكوردة تنديني بتاعتها اللي خارجه منها بتبقى ماسكه في تو ادجوينينج كاسب، وده عشان تضمن ان هي تقرب الكاسبس من بعض وقت ما بيحصل كونتراكشن للبابيلاري مصل، بحيث ان هي تقفل الكاسب اللي او تقفل الفالف اللي بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، عشان الدم اللي موجود انسايد ذا رايت فنتريكل ما يرجعش تاني للرايت اتريوم ويمشي في المسار بتاعه اللي هو للانفانديبولم للاوتر اللي هو الابر بورشن، وبعد كده يخرج عن طريق البولمونري ترانك يروح لللانج. ده بالنسبة للبابيلاري ماسل. في كمان ماسكولار ريدج موجودة في الرايت فنتريكل اسمها مودريتور باند. طبعا النجمه ديت عباره عن الترايكاسبيد فالف. اما المودريتور باند اللي هي ديت عباره عن ماسكولار ريدج موجوده، بس بتعمل كونكشن بين الانترفنتريكولار سيبتم وبين الانتيريور وول، ودي بتدي مسار للكوندكتيف سيستم. تمام، ده بالنسبه للرايت فنتريكل. الوول اوف ذا ليفت اتريوم معظمه بيكون سموث ما عدا الليفت اوريكل. الليفت اوريكل بيكون في بعض الماسكولار ريدج اللي بنسميها الماسكولاي بيكتينيتاي زي اللي موجوده في الرايت اتريوم. بالنسبه للاورفيسز اللي موجوده في الليفت اتريوم مترقمه عندكم في الدياجرام، طبعا بيبقى في 4 بالموناري فين، 2 رايت و2 ليفت، ودولت بيبقوا جايين من اللنج فيهم اكسجينيتد بلاد، 2 دايركتد من اللنج للليفت اتريوم. الاورفيس الثانيه اللي هو الميترال اورفيس، وده بيبقى جاردد بفالف اسمه ميترال فالف. في كمان فينا كورديس مينيمي، ودي برضو عبارة عن مينيوت فينز بتبقى موجودة في الوول اوف ذا ليفت اتريوم. الليفت فنتريكل بيكون شبه الوول بتاعه، طبعا بيكون شبه الرايت فنتريكل، لكن طبعا السيكنس بيبقى مختلف، بيبقى 3 اضعاف الرايت فنتريكل. والبابيلاري ماسل والكوردة تنديني والترابيكولي كارني كلهم بيبقوا موجودين، بس طبعا كسيكنس بيبقوا اكتر في الليفت فنتريكل. متقسم الليفت فنتريكل لجزء ابر بورشن، ده اللي هو الاوت فلو،
growing وده بنسميه الأورتيك فيستيبيول وده ليد للأورطة للأسندنج أورطة ده بيبقى برضو سموز زي الجزء الأبر اللي موجود أو الأوت فلوينج بارت بتاع الرايت فنتريكل برضو. بالنسبة للجزء الانفلوينج ده بيكون رف نتيجة وجود ترابيكولي كارني وفي بعض الماسكولار ريدج بتبقى أكبر شوية بنسميها البابيلاري ماسل بس هنا البابيلاري ماسل بيبقوا اتنين انتيريور وبوستيريور الانتيريور بتبقى ماسكة في الانتيريور وول وممكن طبعا تكون divided into two half وبرضو البوستيريور برضو بتبقى واحدة لكن هي ممكن تكون متقسمة لاتنين اللي هما البوستيريور بالمونيا بابيلاري مصر. الابيكس اوف ذيس ماسل بتبقى ماسكة برضو في كوردة تنديني والكوردة تنديني دي بتبقى كونكت البابيلاري ماسل بالكاسب بتاع الميترال. الميترال له اتنين كاسب بس وعشان كده ممكن نسميه باي كاسب فالف وبيبقى له اتنين بس كاسب بخلاف التراي كاسب والكاسب ديت بتبقى واحدة دايركتد انتيرور هنقول عليها انتيرور كاسب والتانية بوستيرور كاسب والتو بابيلاري ماسل بيبقوا متاتشد للبوث كاسب. ده بالنسبة للوول اوف ذا انفلوينج بارت ده طبعا عبارة عن الميترال فالف. الدياجرام ده بيكون فيه مبين قوي السبتم اللي موجود بين التو فنتريكل اللي بنسميه الانتر فنتريكولار سبتم. البوزيشن بتاعه طبعا بيبقى اوبليك بيبقى دايركتد تو ذا رايت اكتر. معظم السبتم فورمد من ماسكولار بارت وده اللي هو الجزء اللور اللي فيه ده عبارة عن الماسكولار بورشن والجزء اللي ابر ده بيبقى عبارة عن سين ممبرين فبنسميه ممبرينس بورشن هما الاثنين عاملين الانتر فنتريكولار سيبتا. واضح برضو في الدياجرام ده الفالفز اللي موجودة في الهارت الفالف اللي بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل اللي هو الترايكاسبيد ده الترايكاسبيد فالف وده بيكون الاوبنينج بتاعته بتبقى كبيرة بتبقى ادمت 3 فينجر تقريبا وله 3 كاسب زي ما احنا قلنا انتيريور وبوستيريور وسبتال. الكاسب الثاني اللي هو بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل ده بنسميه ميترال او بايكاسبيد لانه بيبقى له 2 كاسب بس واحد انتيريور واحد بوستيريور وده ادمت 2 فينجر اونلي. ده بالنسبه للترايكاسبيد والميترال دولت بنسميهم اتريو فنتريكولار فالف لان هم بين الاتريوم والفنتريكل. الميترال ممكن نقول عليه ليفت اتريو فنتريكولار والترايكاسبيد ممكن نقول عليه رايت اتريو فنتريكولار فالف. في فالفز تانية في البيجينينج اوف ذا فيسل او اللي هما الجريد فيسل او الجريد ارتريز اللي خارجة من الهارت اللي هما ايه الفالفز ديت طبعا واحد في اول البلموناري اللي هو بنسميه بلموناري فالف وده سيميليونر فالف لان الكاسبس بتاعته بتبقى شكلها سيميليونر كل كاسب بيبقوا طبعا عددهم 3 كاسب واحد بيبقى دايركتد بوستيريور واثنين directed anterior والكاسبس ديت بتبقى الوول او السيرفيس بتاعها الابر بيكون كونكيف واللور سيرفيس اللي بيبقى directed ناحيه الهارت ده بيكون كونفكس. ده بالنسبه للبلمونري فالف. وفي عندنا فالف برضو في اول الاورطه بنسميه اورتيك فالف وده برضو ده سيميليونر فالف لانه الكاسبس بتاعته بشكلها سيميليونر وبرضو بيكون زي البلمونري 3 في النمبر كل واحد منهم طبعا بس الديستريبيوشن بتاعهم او الارنجمنت مختلف. في الاورطه 2 منهم بيبقوا بوستيريور وواحد انتيريور لكن في البلمونري 2 انتيريور وواحد بوستيريور ولكن الشيب نفس الكلام بيبقى كونفكس لتحت والوول اللي فوق او السيرفيس اللي فوق من الكاسب بيبقى كونكيف.
الدياجرام ده بيبين الانتر فنتريكولار سيبتم مكانه وازاي بيبقى ديفيتد ناحية الرايت سايد. ده الانتر فنتريكولار سيبتم. نتيجة الديفيشن ده بيأثر على شكل اليومن اوف ذا رايت اند ليفت فنتريكل. في الرايت فنتريكل بيكون اليومن سوميليونر، اما في الليفت فنتريكل بيكون سيركولر. وبنلاحظ الوول اوف ذا ليفت فنتريكل بيبقى مور سيك ذان ذا رايت فنتريكل، قده تقريبا 3 مرات. هنا عندكم سؤالين MCQ عن الـ internal feature of the heart، وفي كمان سؤال short question. إن شاء الله طبعا دي أسئلة سهلة، ممكن تستعينوا بالمحاضرة وتستعينوا بالكتب اللي موجودة في آخر المحاضرة عشان تحلوا الـ short question.